توني قاعد من النوم شربت قهوتي الحين واحد يقدر يسولف. خلينا نتكلم عن الشعر والجلد والأظافر. الكولاجين الجسم يصنعه حلو، ولكن الواحد لما يكبر بالعمر خلاص تصنيع الكولاجين يصير قليل جدا، فتضطر تاخذ من برا. يعني اذا بتقعد على الكولاجين الطبيعي راح يتصنع بجسمك شيء بسيط، ولكن راح تشوف البناء قليل والهدم سريع. يعني من بدايتك وانت صغير البناء سريع الهدم قليل، الحين كل ما تكبر يصير العكس، خلاص يصير كذي، الهدم اكثر البناء اقل. فش نسوي كثر ما نقدر نلحق على البناء. من الاشياء المهمه اللي حق البناء مثل شنو؟ اوكي بيخلص الفيديو. من الاشياء المهمه اللي ضروري لازم تعرفها اللي هو السيليكا. السيليكا هذا موجود بالعيش حبه صغيره، ولكن اذا كبير انت لازم تاخذه. السيليكا شنو يسوي؟ هو البناء، يبني اي شيء تبي بالعظام. طبعا اللي عندهم هشاشه عظام السيليكا موجوده بوصفتهم. اللي عندهم يبون شغلات بالبشره بالشعر بالجسم كله، السيليكا عامل مهم جدا جدا، هو يسرع لك البناء. انزين، وايد ناس يستخدمون مثلا الكولاجين او يستخدمون اشياء حق الشعر حق الجلد حق الاظافر، ولكن مو قاعد يشوفون نتيجه. ليش؟ لازم تفهم هذه النقطه. مثلا واحده استخدمت منتج شهر شهرين ماكو نتيجه، هدته حسافه انك هديتي، لو مستمره ليش شهر ثالث؟ هني بينت النتائج. زين ليش قاعد يتاخر؟ هني السبب لازم نعرفه. يلا ركزوا معي. الحين انا خذيت الكولاجين، اول ما يدش الكولاجين الاعضاء الاهم هم اللي ياخذون. انزين الشعر الاظافر الجلد لا بعدين مو وقته. انزين ليش بعدين مو وقته؟ من اللي اهم، القلب ولا الاظافر؟ قلب. من اللي اهم، الكبد ولا الفرك الصغير هذا؟ قلب. من اللي اهم، جلدك ولا البنكرياس؟ بنكرياس. ف الاعضاء الاهم هم لهم الاولويه ان ياخذون الفيتامينات والمعادن وياخذون الكولاجين، ياخذون حقهم والعظام طبعا. بعد ما يكتفون خلاص شبعنا، تفضلوا روحوا حق الاظافر والشعر. فساعات الشخص ياخذ ما طلعت النتائج بسرعه على جلده وشعره. ليش؟ لان في نقص، الجسم قاعد يستفيد اكثر. فاستمر، لما الجسم يكتفي راح يوصل حق باقي الاظافر والشعر والجلد، عرفتوا؟ شوف يا جماعة، أكثر الناس عندهم نقص بالمغنيسيوم. المغنيسيوم موجود مثلا بالموز، موجود بالخضروات، ولكن بنسبة بسيطة. عشان تاخذ جرعتك ويبي لك كم موزة، والموز فيه سكريات. ولكن البوتاسيوم هو المرتفع، موجود بكل مكان. شخص عنده أعراض نقص المغنيسيوم، الشد، عدم تركيز، تغلصات، يعني جسمك محتاج مغنيسيوم. سويت فحص، طالع الفحص المغنيسيوم زين. شو اللي يطلع الفحص وشنو يطلع بأمر الحقيقة بالطبيعة؟ لما تسوي فحص يقول لك المغنيسيوم زين. منو ماخذ المغنيسيوم كله؟ القلب، لأن القلب عايش على المغنيسيوم، هو الانبساط ماله القلب. فلما تسوي فحص يقول لك المغنيسيوم زين. ليش؟ لأن القلب هو ماخذه. فالمغنيسيوم وين قاعد يمشي؟ عن طريق الدم، ورايح الدم حق القلب. فمو شرط تكون باقي الأعضاء ما في مغنيسيوم. يعني لو نسوي فحص حق كل عضو تلقى صفر مغنيسيوم، فطالع بالفحص لان القلب كله ماخذه. وايد يكلموني او يبدزولي فحص الشعر، الناس اللي هبت فيه وايد. انا عن نفسي ما اعتمده. زين بظهري زين ولا لا ما لي علاقه. انا اشوف شنو الاعراض اللي موجوده عندك، هني اقول شنو المعدن او الفيتامين اللي ناقص. زين ما فيك اعراض بس فحص الشعر طلع عندك خربطه، انا ما لي علاقه فيها، وانا يعني افضل انك ما لك علاقه فيها. ليش؟ الجسم مو لعبه انت شاريها من محل العاب، لا، في سيستم داخل. اليوم انت مزاجك مو زين، من اللي ارتفع عندك الكورتيزول، حالتك المزاجيه مو زينه، فيتامين د نقص، باكر لا مخزون الفيتامين د راح يزيد عندك لان حالتك المزاجيه زينه. فالجسم هو يسيستم نفسه، هو يرتب نفسه. اليوم يبي يستخدم فيتامين الفلاني، باكر ما يبي يستخدمه، هو يرتب. ودائما الشعر كل السموم تطلع منه من الشعر. انزين يعني هذا مخرج حق السموم. انا اغيم الجسم عشان اشوف السموم اللي هنا الجسم ما ناخذ مثال، واحده طلع
هالجنب هذا حبوب كبار حمراء وتلمع الجسة تعور. اروح اسوي فحص؟ لا، راح اعرف الجهة هذه معناتها المبيض عندك الاستروجين جدا عالي. المبيض اللي هني معناته الاستروجين جدا عالي، هو اللي مسبب لك هذه. انزين، واحدة قاعد يصير صوتها خشن زائد قاعد تصير مشعرة، ها تستروم مرتفع، وقيسها على وايد امور تبين اعراضك من العلامات اللي يرسلهم جسمك. جسمك ما رسل شيء، انت بخير وصحة وسلامة. مثلا قاعد يصير لك تكيس، ليش؟ لان القدة الكظرية قاعد تفرز الكورتيزول، حالتك المزاجية مو زينة، اكلك مو زين، شنو نسوي؟ لو سمحت رتب اكلك وعط الفيتامين والمعدن الناقص وتنحل المشكلة. عرفتوا ليش انا ما انظر حق وايد اشياء؟